السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكر اللجنة العلمية للمؤتمر الأول لجمعية الأشعة الليبية المشاركين لتبادل الخبرات والاستفادة منها. ولا ندعي الكمال بالبحوث التي تم تقديمها واختيارها، فالكمال لله وحده. وكفانا أن نقول أن المشاركين الذين قبلت بحوثهم قدموا ما استطاعوا من دراسات ونتائج وتوصيات يمكن الاستفادة منها وتفتح آفاق جديدة لبحوث ودراسات مستقبلية. وأكرر شكري وتقديري للقائمين على المؤتمر وما بذلوه من جهود كبيرة في الترتيب والإعداد له ودعوة هذا النخب المتميز الذي نسعد بالمشاركة معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.